سنتحدث اليوم عن زاوية واحدة من زوايا الأحداث الجارية، ونقارن من خلال هذا الحديث بين أخلاق الحرب في الإسلام وما يفعله أحفاد القردة والخنازير، أخبث من خلق الله وأسوأ من يدب على الأرض. لا أقصد اليهود وحدهم، بل إن اليهود لا تقوم لهم قائمة إلا بمعاونة هذه الدولة المارقة على أمر الله، هذه الدولة اللعينة أمريكا. ارفع رأسك أنت مسلم، افخر بدينك، واحذر بعد اليوم أن يخدعك هؤلاء، وتذكر قول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهؤلاء الحمر كما قال الله عز وجل في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة اليهود ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمر وشر الدواب. أما أنت فالحمد لله على نعمة الإسلام، محرم عليك أن تقتل وليدا أو شيخا ثانيا أو امرأة، محرم عليك أن تقتل المتعبدين في الصوامع وأن تهدم لهم معبدا، محرم عليك أن تغدر. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. محرم عليك أن تمثل بجثة، ومن مثل بجثة كان أعظم الناس عذابا يوم القيامة. أنت من الأبرار إن أطعمت الأسير، إن الأبرار يشربون من كأس ومن أعمالهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عباد الله، أشكر الله أن جعلكم مسلمين، أشكر الله أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أشكر الله أن أعطاكم هذا القرآن، أشكر الله أن أعطاكم هذا النبي العظيم. افخروا بدينكم، تمسكوا به، علموا أبناءكم عظمة الإسلام وروعة الإسلام ورحمة الإسلام وقوة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن المستضعفين في فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن ينزل عذابه ورجسه وبأسه على اليهود. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم قلل عددهم،
اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم زلزلهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم موتاهم واقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم، إنك أنت الغفور الرحيم. إخواني الكرام، عندما قال ربكم عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه من النعم العظمى أن جعلك الله عز وجل من هذه الأمة التي هي خير الأمم. قد تحتاج وقتا حتى تتعلم نظريا معنى خيرية الأمة، قد تحتاج إلى وقت، لا سيما عند ضعف الأمة ماديا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا، ربما تحتاج وقتا حتى تفهم أين هذه الخيرية. لكن ما يحدث الآن من جوانب الخير فيه أنه معلم عظيم، ما يحدث الآن من أحداث معلم عظيم يعلمك عمليا ما يأخذ وقتا حتى تتعلمه نظريا. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول وباختصار شديد، سنتحدث اليوم عن زاوية واحدة من زوايا الأحداث الجارية، ونقارن من خلال هذا الحديث بين أخلاق الحرب في الإسلام وما يفعله أحفاد القردة والخنازير، أخبث من خلق الله وأسوأ من يدب على الأرض. لا أقصد اليهود وحدهم، بل إن اليهود لا تقوم لهم قائمة إلا بمعاونة هذه الدولة المارقة على أمر الله، هذه الدولة اللعينة أمريكا. فإذا رفعت يدها فلا يجد اليهود حبلا من الناس يعتصمون به، وتعود عليهم الذلة والصغار. أخبث من خلق الله وأسوأ من خلق الله وأسوأ من دب على الأرض هؤلاء الذين يزعمون أنهم متحضرون. الآن سترى رفعتك بوصفك مسلم، سترى عظمة دينك، وترى حقارة هؤلاء، ستراه الآن فيما أحدثك به عن أخلاقيات الحرب في الإسلام. حديثنا اليوم هذا فقط جوانب من أخلاق الحرب في الإسلام، ونقارنها بما يحدث الآن. خذ الجانب الأول من جوانب أخلاق الحرب في الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية نصحه في خاصة نفسه بتقوى الله، ونصحه بأن يحسن لمن معه من الجنود، ثم يعطيه نصائح تتعلق بالقتال. فكان من ضمن ما يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا طفلا صغيرا بصرف النظر عن سنه، طفل لم يبلغ لم يقاتل لا تقتلوه، لا تقتلوا وليدا. وفي رواية: لا تقتلوا طفلا صغيرا. احسب على ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم على اصحابه في القتال ان يقتلوا من؟ واحد. ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا امرأة، لا تقتلوا امرأة، ولا شيخا ثانيا، رجل كبير في السن بقى عجوز بلغتنا، ولا تقتلوا شيخا ثانيا. يبقى ممنوع قتل الطفل الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الرجال، ممنوع قتل النساء، ممنوع قتل كبار السن.
انظروا الآن إلى اليهود، ولعلك رأيت كما رأيته أكثر من 30 طفل مولودين قبل موعد الولادة في الحضانات في المستشفى، يتنفسون أكسجين صناعي، يحتاجون درجة حرارة معينة. فتقطع إسرائيل، اليهود الدولة التي يزعمون أنها متحضرة، تقطع عن المستشفى كل أسباب الحياة. فترى الوليد يصارع الموت، طفل مولود في 7 في 8، تراه بعينك يصارع الموت، يموت اختناقا، ما فيش أكسجين كافي، يموت أمام أعين العالم اختناقا. كم من ألم قاساه وهو يموت بالبطيء. المستشفى ليس خاصا بالأطفال فقط، قارن هذا مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا. في المستشفى مرضى من كل الأنواع، اضطر الأطباء أخيرا أن يبتروا الأقدام لأن الجروح التي فيها تعفنت لعدم وجود دواء. أمريكا الدولة المتحضرة تساعد اليهود في منع الدواء عن المرضى حتى تتعفن الجروح فيضطر الأطباء لبتر الأعضاء. قارن هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا فانيا. لعلك رأيت مثل ما رأيت أنا، هذا العجوز الذي يمشي على العصا فيقابله مجموعة من اليهود فيأخذون معه لقطة كأنهم يساعدونه، وبعد ما أخذوا معه اللقطة أعدموه برصاصة في قلبه من الخلف. هذا الشيخ الفاني عجوز كبير في السن، قارن هذا مع وصية نبيك صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا فانيا، لتعرف رفعة دينك وعظمة ما أعطاك الله عز وجل، وتدرك حقارة ونذالة وسفالة وإجرام هؤلاء. لا أريد أن أطيل، خذ الجانب الثاني من أخلاق الحرب في الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم ينهى الجيوش والسرايا عن قتل المتعبدين، هم يذهبون لحرب مع أمة نصرانية فيها متعبدون يبنون صوامع ويعتزلون الناس، رهبان يذهبون للحرب مع أمة يهودية فيها متعبدون في البيع، متعبدات اليهود ويعتزلون الناس، يذهبون إلى أي أمة أيا كانت فيها متعبدون يعتزلون الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تقتلوا أصحاب الصوامع. أصحاب الصوامع المتعبدين، انظر الآن في خلال 40 يوم 76 مسجد يهدمها اليهود على من فيها، وبعض المساجد وقت صلاة الجماعة يهدم المسجد على من فيه من المتعبدين. قارن هذا بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا أصحاب الصوامع، لتدرك عظمة دينك وتدرك معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتدرك حقارة العالم الغربي وما يسوقه وما يروجه من حقوق الإنسان، وما هم إلا أشر الدواب، كما قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. 76 مسجد تهدم هدم كامل، و162 مسجد تهدم هدم جزئي، و310 مسجد تتضرر في خلال 40 يوم. لماذا يهدم اليهود المساجد على المتعبدين؟
لأنهم كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا أريد أن أطيل، خذ الجانب الثالث من الجوانب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة إذا خرجوا القتال ألا يغدروا، فكان يقول: أغذوا بسم الله. خلي بالك، أغذوا بسم الله دي مسألة ضخمة جدا، يعني قتالك هذا ليس باسم الجاهلية ولا العصبية ولا الثأر ولا الانتقام ولا الكراهية لمن تقاتله، غزوك هذا باسم الله، فينبغي أن يكون موافقا لرحمة الله وموافقا لشرع الله. لا تقاتل لهوى نفسك، بل تقاتل لأمر الله. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا. اسمع هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ولا تغدر، يعني ما تأمنش واحد على دمه، تقول تعالى اطمن ما تخافش وبعدين تقتله زي ما فعلوا مع الرجل العجوز. وكما سترى لما قالوا للناس: أمامكم ممرات آمنة، فتخرج القوافل بالنساء والأطفال فيضربون القوافل عمدا بعدما أمنوهم، بعدما قال لهم من أراد النجاة، بعدما قالوا لهم اخرجوا من هذا المسار الآمن، اخرج رافعا رايه بيضاء ولن نقتلك، ومع ذلك ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقتلونهم. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، يخاطب أصحابه، يقول: من أمن رجلا على دمه، يعني أمنه على دمه، يقول ما تخافش مش هقتلك، ما تخافش، من أمن رجلا على دمه فقتله بعدما أمنه فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. افخر بدينك، أنت من خير أمة أخرجت للناس، دينك هو الدين الحق الوحيد على وجه الأرض، وما عدا ذلك كفرة فاجرة. من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. انظر إلى هؤلاء الأخباث الأنجاس، يؤمنون الضعاف على أنفسهم ويحددون لهم طرق معينة اخرجوا منها، فإذا خرج الناس قتلوهم جهرة. أقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأل الله عز وجل أن نحيا عليه وأن نموت عليه وأن نبعث عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، الشرع الذي شرعه الله لنا وعلمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للاستهلاك، يذكر في معرض الفخر فقط ولا يطبق عمليا، لا، الله عز وجل شرع هذه الشرائع لتكون عبادة. فأنت عندما تمتنع عن قتل الطفل الصغير والشيخ والمرأة أنت تعبد الله وتؤجر على ذلك، أنت عندما تبتعد عن الغدر أنت تؤجر على ذلك، أنت عندما تبتعد عن قتل المتعبدين أنت تؤجر على ذلك. أما هم عندما يرفعون راية حقوق الإنسان إنما يرفعونها للاستهلاك فقط وللاستغفال، يستغفلون بها شباب المسلمين ليفتنوهم عن دينهم. لا أريد أن أطيل،
يبقى معنا ثلاثة جوانب أخرى في أخلاق الحرب في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم في وصاياه: ولا تمثلوا. يعني ولا تمثلوا؟ كان من عادة الناس في ذاك الزمن بعد الحرب، انتهاء المعركة، يمرون على القتلى ويمثلون بالجثث، يعني يشوهوا الجثة، يقطعوا الأذان، يقطعوا الأنف، يبقروا البطون، يخرجون الأكباد، دليلا على الغيظ الذي في قلوبهم. لا، هذا ليس من أخلاق الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل الكفار بجثة حبيبه عمه حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، فما خرج عن خلقه وما حاشاه، بل كان ينهى أشد النهي عن التمثيل ويخوف الصحابة تخويفا شديدا، فكان يقول، اسمع هذا الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، يعني الذي يشوه الجثث أثناء المعركة أو بعدها. فالتمثيل حرام. قارن هذا بما رأيته أنت ورأيته أنا، دبابة تمشي في شارع من شوارع غزة، وفي الطريق جثة، 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 ميت، فتدهسه الدبابة بجنازيرها دهسا. النبي في المدينة جالس فيرى جنازة قادمة، فيقوم صلى الله عليه وسلم بعدما كان جالسا فيقول له الصحابة: إنه رجل من اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة. فيقول: أليست نفسا؟ هي نفس. يقوم صلى الله عليه وسلم لجنازة، لجثة ميت، وهؤلاء يدهسون بآلياتهم جثث الموتى. اللهم لعنهم بلعناتك المتتابعة إلى يوم القيامة، والعن من ساعدهم، والعن من رضي بفعلهم، والعن من سكت عن فعلهم. نعوذ بالله من الكفر ومن أسباب الكفر. أيضا لا أريد أن أطيل، من جوانب أخلاقيات الحرب في الإسلام، إحنا كده خدنا أربع جوانب: عدم قتل النساء والأطفال وكبار السن، عدم قتل المتعبدين، عدم الغدر، ولا تنسى الأحاديث التي ذكرناها، عدم التمثيل بالجثث. بقي معنا جانبين، الجوانب كثيرة لكني لا أريد أن أطيل. من الجوانب أن الجيش الذي يذهب القتال محرم عليه أن يفسد في الأرض. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله عندما كان يجيش الجيوش التي تذهب لفتح الشام كان يقول للأمير بعدما ينصحه من ضمن النصائح: ولا تفسدوا في الأرض. ولا يترك هذه الوصية مبهمة دون شرح، فكان يشرح لأمير الجيش وللجيش، وكان يخطب فيهم فيسمعون، كان يفصل لهم، فكان يقول: ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنها ولا تعقروا دابة، ما تقتلوش حيوان ولا تصيبوا حيوان ولا تعقروا دابة. محرم عليك أن تقتل دابة في الجيش وأنت تقاتل، دابة مش إنسان. ولا تعقروا دابة ولا تهدموا بيعة، يعني متعبد من المتعبدات التي يتعبد فيها اليهود أو النصارى، ما تهدمش لهم كنيسة ولا دير من أديرة اليهود. وكما قلت وأذكر، انظر كم من المساجد هدموا والناس يصلون، يصلون يهدمون المساجد فوق رؤوسهم. فالحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أخيرا إذا وقع في يد جيش المسلمين أسير، اسمع ماذا يقول القرآن:
عن الإنفاق على الأسير، تطعم الأسير من مالك، من قوت عيالك. الأسير ده اللي كان شوية ماسك دبابة، ماسك مدفع، راكب طيارة، بيقتل فيك وفي إخوانك وبيهدم المساجد، إذا وقع في إيدك تعمل معاه إيه؟ اسمع ماذا يقول القرآن عن الأبرار الذين يرضى عنهم ويدخلهم الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ايه أعمال الأبرار دول يا رب؟ اسمع أعمال الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تطعم الأسير فأنت من الأبرار وتدخل الجنة. هؤلاء الكفار الفجار يمنعون أسباب الحياة كاملة عن غزة، محبس المية عندهم، اقفل المية على 2.5 مليون إنسان، الكهرباء اقطع الكهرباء، عندي لوح شمسي باخد منه كهرباء، اضرب الألواح الشمسية، امنع الدواء، امنع الطعام، امنع الغذاء. فنعوذ بالله من الكفر وأسبابه، ونسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته أن جعلنا مسلمين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ارفع رأسك أنت مسلم، افخر بدينك، واحذر بعد اليوم أن يخدعك هؤلاء، وتذكر قول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهؤلاء الحمر كما قال الله عز وجل في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة اليهود ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمر وشر الدواب. أما أنت فالحمد لله على نعمة الإسلام، محرم عليك أن تقتل وليدا أو شيخا ثانيا أو امرأة، محرم عليك أن تقتل المتعبدين في الصوامع وأن تهدم لهم معبدا، محرم عليك أن تغدر. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. محرم عليك أن تمثل بجثة، ومن مثل بجثة كان أعظم الناس عذابا يوم القيامة. أنت من الأبرار إن أطعمت الأسير. إن الأبرار يشربون من كأس ومن أعمالهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عباد الله، أشكر الله أن جعلكم مسلمين، أشكر الله أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أشكر الله أن أعطاكم هذا القرآن، أشكر الله أن أعطاكم هذا النبي العظيم. افخروا بدينكم، تمسكوا به، علموا أبناءكم عظمة الإسلام وروعة الإسلام ورحمة الإسلام وقوة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، ونسأل الله أن يرفع الهمة عن المسلمين في فلسطين، وأن ينصرهم نصرا عظيما عزيزا مؤزرا يفرح به المؤمنون ويكبت به الكافرون. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يحدث، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا واشف أمراضنا وابسط أرزقنا. اللهم انصر عبادك في فلسطين نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود، شتت شملهم وبدد جمعهم وفرق كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل بلدنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وقوموا إلى صلاتكم.